بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين باقيين ببقائك لا منتهى لهما دون علمك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في آخر جزء في باب العزلة، الخلوة والعزلة. وقلنا باختصار أن العزلة قد تكون بالظاهر والباطن، يعني بجسمك وبباطنك، وهذا معلوم، ويكون في أماكن بعيدة، وهذه التي تكون بالظاهر والباطن تكون أولا ليسلم الناس منك، لأن الإنسان الذي يعتزل يعتزل الناس حتى لا يؤثر فيهم بأمراضه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يعتزل ليسلم الناس منه لا ليسلم هو من الناس، لأن لو اعتقد أنه هو يسلم من الناس دخلها وهو عنده نوع من الخصوصية. ونحن تعلمنا أن الصوفي يعلم أنه أقل الناس ولا يعلم في نفسه مزية، بل أي مزية يجريها الله عليه فهي من الله لا منه، فهو لا ينسب لنفسه الفضل بل لله الفضل والمنة. فتكون العزلة أولا ليسلم الناس منه، ثم بعد ذلك ليغنم بوقته، ثم بعد ذلك لينعم بذكر الله عز وجل وبما يمنحه الله سبحانه وتعالى من الفهوم والمعارف والتفكر والعظات وغير ذلك من التجليات. وقد تكون العزلة بالجسم فقط، أما قلبه فمع الدنيا، وإن كان بهذه الحال فالعزلة بالنسبة له ضارة لا ننصحه به. وقد تكون العزلة بقلبه فقط وهو مع الناس في الخلطة، وهذا هو حال الكمل الذي استطاع ألا يحجبه شيء عن ربه عز وجل، فيتعامل مع الأسباب ومع الأشياء ومع الأكوان دون أن تحجبه عن المكون. هذا باختصار. يقول: وقال شعيب بن حرب: دخلت على مالك بن مسعود بالكوفة وهو في داره وحده، فقلت له: أما تستوحش وحدك؟ فقال: ما كنت أرى أن أحدا يستوحش مع الله. ما كنت أرى يعني ما كنت أعتقد أن في إنسان يستوحش والله مؤنسه، وهو بهذا يتكلم عن حال نفسه رافعا همة السائل حتى لا يستأنس بالناس. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: سمعت الجنيدي يقول: من أراد أن يسلم له دينه، من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه وقلبه فليعتزل الناس، فإن هذا زمان وحشة، والعاقل من اختار فيه الوحدة. تصور بقى زمن سيدنا الجنيد، يعني في القرن الثالث الهجري كان بيقول كده، فما بالك بقى في زماننا، يعني من باب أولى. وعلشان كده الواحد المفروض في زماننا لا يتعامل مع الناس إلا بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، أما لا ضرورة فليسعك بيتك تستفد بوقتك. فنحن لا ننصح بالعزلة التامة ولا ننصح بالاختلاط الدائم، ولكن اعتبر أن الناس دواء فتتعامل معهم بقدر تعاملك مع الدواء، فإذا أخذت الدواء أكثر من اللازم يصير ساما، وإذا تركته بالكلية يتفشى المرض فيك. فعليك أن تتعامل مع الناس لأنهم دواء وداء،
فإن تعاملت معهم بقدر الضرورة كانوا لك دواء، لأنه يظهرون عيوبك فهم مرآة لك، فكلما تعاملت معهم يظهر هل أنت سريع الغضب، هل أنت تصفح، هل تعفو، هل عندك طمع، هل عندك حسد، يظهر عيوبك من خلال احتكاكك مع الناس لأنه مرآة لك، فهم يفيدوك في تشخيص مرضك ويفيدوك بعد ذلك في علاجك، لأن ألسنة الخلق ألسنة لسان الحق. فالناس هيقولوا عليك عيوبك على طول، يقولوا عليه بخيل يبقى هو بخيل، يقولوا عليه كريم يبقى كريم، يقولوا عليه غضوب يبقى غضوب، يقولوا عليه أي عيب من العيوب يبقى هو فيه هذا العيب. فالتعامل مع الناس يكون بقدر الضرورة، لأنهم إن كان بقدر الضرورة يصيرون دواء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ففي زماننا التعامل مع الناس بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال أبو يعقوب السوسي: الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء، ولأمثالنا الاجتماع أوفر وأنفع، يعمل بعضهم على رؤية بعض. هذا يكلم الناس في بداياتهم، فهو يكلمهم على البدايات. الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء، الأمة الكمل. إن إبراهيم كان أمة، حيثما وجد سيدنا إبراهيم هو موفور الإيمان، لا يحتاج إلى شخص آخر يشجعه على طاعة الله، بل طاعة الله نابعة فيه بهمته التي أودعها الله فيه. هذا الإنسان الكامل. أما إن كان الإنسان في بدايته فالاجتماع مع أهل الصلاح يقوونه ويعينونه على ذكر الله، ويتعلم منهم ويعلمهم ويتبادل معهم الحديث ويتشجع بأفعالهم. لأنك قد تجتمع مع بعض الناس، فإذا اجتمعت معهم تجدهم يقومون الليل فتستحي أن تنام طول الليل، يمكن تقوم تصلي معهم. تجدهم يجلسون يقرؤون القرآن فتجلس معهم تقرأ القرآن. تجدهم يجلسون مثلا يقرؤون في شتى العلوم تتعلم منهم، وهكذا تصلي معهم جماعة فتتضاعف ثواب الصلاة. كل هذه الأشياء إذا كان الاجتماع مع رفقة صالحين. أما إن كانت رفقاء سوء فالعزلة مطلوبة، بل الفرار منهم أشد من فرارك من الأسد. وسمعته يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن أبي سعيد يقول: سمعت أبا العباس الدامغاني يقول: أوصاني الشبلي فقال: إلزم الوحدة وامح اسمك عن القوم. إلزم الوحدة يعني العزلة. يبقى هنا بيصف بيقول له بعد ما تعلم، بعد ما تعلم وارتقى ولا يحتاج للناس ليتعلم منهم، ففي الحالة دي ولا يحتاج الناس، لا يحتاجونه الناس أيضا، لأن لو احتاجك الناس لتعلمهم فاعتزلت تكون مقصر، لأن من حق الناس كما تعلمت منهم أن تعلم من يلونك من الناس، لأن لو امتنع العلماء أن يعلموا غيرهم واعتزلوا الكل فمن ينقل العلم؟ فإن كانت هناك الكفاية من العلماء يعلمون الناس والأمر فيه الكفاية فالعزلة أوفر لك وأفضل. وإذا قل عدد العلماء وأنت عندك من العلم فعليك أن لا تعتزل إلا بعد أن تؤدي ما علمك الله، أو تخلف من يتعلم علمك فيحل محلك. فيقول له: إلزم الوحدة وامح اسمك عن القوم، يعني من كثرة بعدك عن الناس ما يعملوش حسابك في المجالس بتاعته، ينسوك بقى. مش كل حفلة وكل اجتماع وكل بتاع هاتوا فلان اطلبوه، لانك بتيجي على طول في بالهم. انما لما تبقى بتظهر قليل يمكن ينسى حتى يعزمك في المناسبات بتاعته، ابتدى ينساك. ليه؟ لانك ما بتقعدش معاه كتير. ادي معنى وامح اسمك من القوم، ما تبقاش على رأس المجموعة، اللي يقولك رأس الشلة، الشلة والمجموعة والجروب والحاجات اللي بيقولوها دي، واخد بالك؟ ما تبقاش انت يعني عمدة فيها معروف. الاحسن كده تبقى احيانا موجود وغالبا مش موجود، فحتى لما يجوا يجتمعوا ما يحسوش انك انت مش موجود. واستقبل الجدار اللي هي القبلة، يعني
تقترب منها، لأن تملي الإنسان لما يقترب من الجدار في جهة القبلة لا يشوش باطنه. ليه؟ لأنه بيضيق الأفق أمامه، كلما ضاق الأفق أمامك كلما اجتمع قلبك في ذكر الله عز وجل. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يقترب من المحراب، لا يصلي بعيدا عن المحراب بقدر ذراع ونصف ذراع أو بقدر ممر شاة، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صلى الإنسان كان يقترب إلى السارية المسجد ويتخذها محرابا له، أو يقترب من الجدار، أو يتخذ له ساتر، حتى ولو في الصحراء كان يغرس عنزة في الصحراء ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم، حتى يضيق الأفق أمامه في الحس فيتسع له المعنى في الباطن، لأن كلما ضاق الحس اتسع المعنى، وكلما اتسع المعنى ضاق الحس. وده يؤدي إلى الخشوع في الصلاة، وعلشان كده طلب الخشوع في الصلاة من مطلوباته أن يكون نظرك موضع سجودك، وأن تقترب من الجدار، وأن تتقارب الصفوف، مش زي ما بيعملوا دلوقتي يصلوا بعيد عن بعض، تتسع المسافة، يقوم إيه؟ يسرح أكتر، تبقى مجال الرؤية أمامه كبير. وعشان كده يقول: واستقبل الجدار حتى تموت، يعني توجه إلى القبلة واقترب منها حتى تضيق أفق الرؤية الحسية، فتتسع لك أفق البصيرة في نظر المعاني والتجليات. وجاء رجل إلى شعيب بن حرب فقال له: ما جاء بك؟ قال: أكون معك. قال: يا أخي، إن العبادة لا تكون بالشركة، ومن لم يستأنس بالله لم يستأنس بشيء. يعني هو عايز يلتزم معاه علشان يتشجع بيه، فهو رده بقى للهمة العالية. قال لي: طب وبعدين هتشجع بيا انا؟ وبعدين طب افرض ان انا مت، هتترك العبادة؟ هتترك عبادة ربك؟ العبادة مش بالشركة، واحنا هنعمل شركة؟ تحط انت جزء من مالك على جزء من مالي ونعملها شركة؟ جزء من عبادتي على عبادتك ونعملها شركة؟ ما تنفعش. العبادة بتكون خالصة لله عز وجل، فاستأنس بالله وارفع همتك اليه، ولا تربطها باحد من الخلق. حكي أن بعضهم قيل له: ما أعجب ما لقيت في سياحتك، لما كنت بتسيح في الأرض كده معتزل الخلق، إيه أعجب حاجة يعني قابلتها في سياحتك؟ فقال لهم: لقيني الخضر، فطلب مني الصحبة. واعتقاد الصوفية أن الخضر حي، وأنه هو الذي يقتله الدجال فيدعوه فيجيب، وأنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتي الحياة فترة الدنيا، وبعد ظهور المسيح الدجال بعد ذلك هل يموت أو يستمر؟ يعني الراجح أنه يعني يموت بعد ذلك، لكن هو الراجح أنه ما زال حيا، وأنه يجوب الأرض، وأنه يظهر للأولياء في أحوال مختلفة وفي صور مختلفة، وقد ظهر لكثير من الأولياء في عصور مختلفة وعلى قرون متتالية، ولذا رجحوا أنه ما زال على الحياة في حياته. وهل هو نبي ولا ولي؟ اختلف، فالراجح أنه نبي عند معظم المحققين، وعند غيرهم أنه ولي. وترجيح أنه نبي أنه قتل، والقتل في قتل الغلام لا يكون بالإلهام، لأن الإلهام يخطئ، أما الوحي فلا يخطئ، فلا يكون قتل إلا بوحي، فإذا أثبتنا الوحي ثبتت له النبوة، وده الراجح في موضوع الخضر، والله أعلم. لكن بعد ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم صار تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خاتم الأنبياء، فيعبد الله على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومذهب الإمام البخاري أنه مات بعد 100 عام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعدما أخرها، والحديث في البخاري، وقال: على رأس 100 لا يبقى من على الأرض من نفس ممن عليها الآن. يعني دليل أن خلاص بعد 100 سنة كل اللي على الأرض دول عايشين دلوقتي، بعد 100 سنة مش هيبقى ولا واحد عايش. فاستدل الإمام البخاري، قال: لو كان الخضر حيا فيموت بعد 100 عام من هذا الحديث، فاستدل بموته.
والعلماء ردوا على الإمام البخاري، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ظهر الأرض، وغالب أحوال الخضر أنه يكون في الماء، يعني يركب البحار في غالب أحواله ولا يكون على الأرض. فخصوصا أن كثير من العلماء رأوا الخضر في عصور مختلفة، منهم الإمام الشعراني، ومنهم مثلا الشيخ صالح الجعفري حديثا كان يقول أنه رأى الخضر وظهر له وغير ذلك. وعلى شكل ده كتير قوي، ابراهيم ابن ادم. لا احنا بنتكلم على العصر الحديث بتاعنا يعني. فبيقول ان هو لقيان الخضر. والسيد عبد الله الصديق الغماري له راي متوسط فيه، كنت سالته انا في هذا الموضوع، فله راي متوسط في الامر، وقال ان الخضر هو هذا مقام يسمى مقام الخضر، المقام الخضري، مقام يصل إليه بعض الأولياء فيمثل لهم مقامهم في صورة إنسان، يتسمى باسم مقامهم، فيزيل عنهم شبهة أو يرفع عنهم يعني اختلاط في أمر من الأمور، أو يدلهم على أمر خفي عليه، فسماه المقام الخضري متمثلا، وهذا من عالم المثال، من باب فتمثل لها بشرا سويا. وبالتالي رأي السيد عبد الله الصديق الغماري لا يكذب الأولياء الذين التقوا به، فنصدقهم أنهم التقوا بالفعل، ولا يمنع احتمال كلام الإمام البخاري أنه قد مات سيدنا الخضر نفسه، خضر سيدنا موسى، والله أعلم بالحقيقة. المهم بيقول له ما أعجب ما لقيت في سياحتك، فقال لهم لقياني الخضر فطلب مني الصحبة فخشيت أن يفسد علي توكلي. طبعا انت بقى لو انت قابلت الخضر تلبد فيه، مش عايز تسيبه، لكن هو شوف بقى هو خاف لحسن لو مشي معاه هيتوكل على الخضر مش هيتوكل على رب الخضر. ما هو الخضر بقى هو اللي لما يجوعه الخضر هيوضب لنا اكل، لما يعطش او الخضر معاه بقى هيدله على الميه، لما يصعب عليه مسألة أو الخضر معاه هيسأله، يبقى خلاص يبقى تخدر مش توكل. فهمت ازاي؟ فهو عايز يبقى متوكل، ادي معنى مفهوم الأولياء، مش عايز يكون اعتماده إلا على الله. زي سيدنا إبراهيم لما جاءه جبريل قال أما إليك فلا، مع إن سيدنا جبريل ربنا هو اللي بعته، لكن هو مش عايز يبقى توكله على الله بواسطة، عايز يبقى توكله على مباشر. فخشيت أن يفسد علي توكلي. وقيل لبعضهم ها هنا أحد تستأنس به، بيسألوا يعني بيقول له أنت معاك حد هنا بتستأنس به؟ الظاهر كان قاعد في مكان بعيد لوحده. فقال نعم، ومد يده إلى مصحفه ووضعه في حجره وقال هذا، وفي معناه أنشدوا وكتبك حولي لا تفارق مضجعي، كتبك اللي هو يعني القرآن يعني، وفيها شفاء للذي أنا كاتم من الشوق يعني. وقال رجل لذنون المصري متى تصح لي العزلة؟ فقال إذا قويت على عزلة نفسك. يعني بيقول له إمتى العزلة بالنسبة لي تبقى مفيدة أستفيد بيها؟ قال له إذا قويت على عزلة نفسك، يعني بأنك أنت تتخلص تعزلها من أخلاقها الذميمة. إذا عزلتها من أخلاقها الذميمة، من التطلع لما في يد الناس، من عدم الرضا بما أقامه الله فيه، بما أقامك الله فيه، من عدم القناعة، من حب الظهور، كل هذه الصفات الذميمة التي تحول بينك وبين الوصول إلى ربك، لو عزلت نفسك منها صحت لك العزلة. أما تعتزل وفيك هذه الأشياء تتطلع إليها وتود أن الناس يعرفوك، وأن الناس يقضوا لك حوائجك، وأن الناس يشهروك، وأن الناس يعظمونك، كل هذه الأشياء لا تصح بها العزلة، بل تجعل نفسك تقوى بالعزلة، وأنت المطلوب أنك أنت تميت الصفات المذمومة في النفس. وموت الصفات المذمومة في النفس لا يكون إلا بالتعلم الشرع الشريف وأدابه، حتى تميت هذه الصفات المذمومة على الشرع الشريف وأدابه، لا بالطرق العجيبة زي واحد يتعلم مثلا اليوجا يقول لك اصل انا بزكي نفسي، فتزكية النفس باليوجا ما توصلوش،
لدرجة الولاية، لابد أن يزكي نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن الإنسان يتعلم قبل أن يدخل في العزلة آداب الشريعة وأحكام الشرع الشريف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل هذه الأشياء تبصره بمعايب نفسه وكيف يعالجها على العلاج النبوي الموصل، مش الأوهام اللي بيسير فيها طوائف كثيرة من الناس. وعلى شاكرة بيقول: إذا قويت على عزلة نفسك، هل أنت تعلمت علم الشريعة وآداب الشريعة فتستطيع أن تستبصر بعيوب نفسك فتعالجها؟ فإن استطعت فاعتزل، فإن لم تحصل هذه العلوم فتعتزل بماذا؟ تعتزل بغير دواء وبغير تشخيص للمرض، فيزداد المرض فيك. زي ما يبقى واحد مريض ويقعدوه في العزل ويقفلوا عليه الأوضة الحجرة بتاعته يعني، وبعدين في الآخر ما يدلوش الدواء، طب استفاد ايه؟ يزداد مرضا ويزداد ألما. فلازم قبل ما نعزله نعرفه بمرضه ونحط له الدواء بتاعه ونبعد احنا عنه لنتعدي بيه، نقول له خد الدواء لما تصح ابقى تعالى لنا، لكن لازم نعدله ايه أدويته ونعرفه ونبصره بأمراضه. وعلشان كده بيقول: إذا قويت على عزلة نفسك. وقيل لابن المبارك: ما دواء القلب؟ ايه دواء القلب؟ فقال: قلة الملاقاة للناس، لأن الناس يشتتوك، كثرة المقابلات مع الناس تشتيت، ده يتقابله فرحان يفرحك، ده تقابله مقبوض يقبضك، ده تقابله زعلان يزعلك، ده تقابله حريص يخليك حريص، ده تقابله ندمان يخليك تبقى ندمان زيه، لأن الناس المرء مرآة أخيه، بتتأثر، فهتلاقي نفسك مشتت الفكر. فعلشان كده دواء القلب إيه؟ قلة ملاقاة الناس، فتخلي ملاقاة الناس بقدر الضرورة. بتحصل علم بقدر ما تحصل العلم، بتعمل تجارة بقدر ما تبيع تجارتك وتطلع، عايز تصلي صلاة الجماعة بقدر ما تحصل على صلاة الجماعة مع الناس وتحضر خطبة الجمعة وتنصرف وهكذا. إنما تقعد كل يوم 6 ساعات في النادي أو على القهوة أو على الناصية وتقعد تتمشى، ولو ما لقيتش حد تطلب بالتليفون تلمهم عليك بلا داعي، ده تشتيت لعمرك وتضييع لوقتك، تلاقي نفسك عمرك كله ضاع وانت ما أدركت الشيء. فقال: قلة الملاقاة للناس. وقيل: إذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة. يبقى أول حاجة، أول جذبة للطريق الصحيح، إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك الوحدة، إنك أنت تلاقي نفسك بتأنس كده ما تبقى قاعد لوحدك تخلو بربك. دي البداية، ده دليل إن ربك سبحانه وتعالى يريد أن يخرجك من ذل المعصية إلى عز الطاعة. والحاجة التانية: أغناه بالقناعة. يبقى قانع الحمد لله باللي هو عنده، مش مشتت الفكر. لكن لما يبقى عندك مثلا تجارة والتجارة بتاعتك معيشك كويس، أو عندك مهنة والمهنة بتاعتك معيشك كويس، صحيح ما بتحوش لكن ما بتستلفش وأمورك ماشية، تقوم إيه وتقنع على هذا، تلاقي نفسك هتستثمر وقتك بقى. لكن مش عاجبك ومش قانع، تدور على عقد عمل، عايز توسع المصنع، عايز تاخد حتة أرض في حتة تانية، عايز تعمل إيه، تلاقي نشاطك انتشر في جميع البقاع وخد وقتك كله، وتلاقي نفسك استغرقك كل أعمالك، استغرقتك وضيعت وقتك، لأنك لم تقنع بما أقامك فيه. هذا مش معناه إن يبقى ما عندكش طموح، لكن الأحسن إن يكون طموحك في الأبقى، الأحسن يكون الطموح في الباقي. لأن الإنسان العاقل ما هو قال: ولو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف والدنيا تفنى لآثر العاقل الخزف على الذهب، مش كده برضو؟ أنا ما أديك حتة ذهب واقول لك خدها يوم وادهاني بكرة، او تاخد الخزف ده وتخليه معاك على طول، تقول لي لا يا عم انا هاخد الخزف ده واخليه معاك، انا اديها لك بكرة ما كاني ما خدتهاش. لان اللي يزول كأنه زال، اللي يزول كأنه زال في الحال، انما الباقي خلاص، الانسان يميل للباقي، الانسان العاقل. واغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه، يبقى يأنسه بالوحدة ويغني بالقناعة ويبصره بعيوب نفسه. فإذا اغتنى بالقناعة ركز،
والوحده بعد عن الناس، ما فيش تشتيت قلب، وبصره بعيوب نفسه، يقوم يقعد يعالج نفسه، يقوم يستبدل الصفات الذميمه بالصفات الحميده، يبقى هو ده طريق الوصول. فمن اعطي ذلك فقد اعطي خير الدنيا والاخره، لان بالدنيا بالراحه والرضا واليقين، والاخره برضا الله سبحانه وتعالى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. باب التقوى، والتقوى هي جماع كل خير واصل كل خير. قال الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني يتفاوت الناس عند الله بتفاوت قدر التقوى في قلوبهم، لا بالانساب ولا بالبياض ولا بالحمار ولا بالسمار ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالاحساب ولا بالاموال ولا باي شيء، هي التقوى. والتقوى في القلب، وهي العلاقة بينك وبين ربك، مصارعتك بطاعته ومصارعتك ومواظبتك على تجنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى، زي ما قال سيدنا الجنيد عن التقوى، قال: ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، وهي كلمة جامعة. وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي هذه الآية دلالة على أن رسول الله أكرم الخلق على الإطلاق، لأن بعض الناس يقول لك إيه الدليل على أن الرسول أفضل الخلق على الإطلاق؟ هو سيد ولد آدم، لكن مش ولد آدم هو كل خلق الله، مش كده برضه؟ في خلق الله كتير، فأدلة كتيرة. أولا الإجماع، والإجماع لوحده لا يحتاج إلى بحث دليل عنه، لكن على أي حال أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصريح الصحيح: أنا أخشاكم لله، أعلمكم بالله وأخشاكم لله، مش كده برضو؟ وقال: أنا أول المسلمين. فالنبي هو أول المسلمين، وكل الأكوان مسلمة، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فهو أول المسلمين، وبعدين هو أتقى الناس لأنه أعلم الناس بالله، يبقى هو أكرم الخلق على الإطلاق. سهلة يعني، دليل سهل، وإن كان بعض الوهابية بيقعدوا برضو يقعدوا يتناقشوا فيه، يقول لك هو سيد ولد آدم، لكن إيه الدليل على أنه أكرم خلق الله؟ هل هو أكرم من سيدنا جبريل؟ يقول لك نتوقف، يعني مش عارف يعني يرجح. وذهب إلى ذلك أيضا قبلهم الظاهرية، داود الظاهري، قال هو أكرم خلق الله سيدنا محمد وسيدنا جبريل، ثم توقف في المفاضلة، ما قدرش يفاضل، سكت، واخد بالك؟ مع ان الحكايه سهله. الشيخ السبكي اللي هو مؤسس الجمعيه الشرعيه ليه شعر ظريف كده استدل على انه اكرم خلق الله بطريقه شعريه ظريفه سهله، بيقول: نبينا لو لم يكن افضل الورى ما ام في ارض ولا ام في سماء. سهله. نبينا لو لم يكن افضل الورى، الخلق اجمعين يعني، دخل فيها الملائكه كمان، ما ام في ارض، لان ام جميع الانبياء في الارض، والانبياء هم خلاصه خلق الله، امهم، يبقى افضل الورى في الارض. طيب وفي السماء تقدم على سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل افضل الملائكه. فالحكايه نبينا لو لم يكن افضل الورى ما ام في ارض ولا ام في سماء صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل. مش قالها كده البصيري برضه في البردة؟ وأجمعت الأمة على أن البردة من أفضل مديح ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه الوهابية، إنها فيها أبيات فيها نوع من المبالغة، ولكن نبينا قل فيه ما شئت لن تدركه وتوفيه حقه أبدا صلى الله عليه وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إمام المتقين. إذا كان هو إمام المتقين يبقى هو خلاص سهلة. فربنا سبحانه وتعالى يمدنا بمدد نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا ابن عبد الأعلى القرشي قال حدثنا يعقوب العمي عن ليث عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير. تقوى الله خشية الله، خشية الله تؤدي للإنسان ان هو يسارع في طاعته ويبعد عن معصيته، مش كده برضو؟ هي الخشية تورس كده. فعليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير، يعني مجموع الخير كله في الدنيا والآخرة اجتمع في تقوى الله. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم، والجهاد يشمل جهاد العدو وجهاد النفس. يبقى إن كان هناك عدو خارجي فعليك بمجاهدته، فإن لم يكن فافرغ في مجاهدة عدوك الذي بين جنبيك وهي نفسك والشيطان، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم. وعليك بذكر الله فإنه نور لك. يبقى تقوى الله والجهاد وذكر الله. والحديث رواه أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف، ولكنه صحيح المعنى، لأن الحديث الضعيف صحيح المعنى بيؤخذ به في فضائل الأعمال بشروط، وأحيانا الضعيف يوافق ما هو أصح منه فيرتقي إلى الحسن لغيره. أما ترك الحديث مطلقا لمجرد أنه ضعيف دي بدعة ابتدعها شوية الجماعة بتوع اليومين دول اللي انتوا عارفين ابتدعوا هذا، مجرد ان يتقال الحديث ضعيف يمتنع عنه. طيب ما هقول لك انا، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث ضعيف الاسناد واجمعت الامة على الاخذ به، او حديث ضعيف الاسناد واجمعت الامة على الاخذ به. فمجرد ان تعرف حديث ضعيف تبعد عنه يعني؟ ما ينفعش. اعقل، لانه قد يكون ضعيف الاسناد لكن اشتهر على الالسنه وكان موافقا للقران وما هو اصح منه فارتقى الى الحسن لغيره. يعني ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه رواه الامام النووي في الاربعين النوويه، وقال حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. تدور بقى الامام النووي حسنه، تدور طبعا على طرق الحديث كلها تلاقيها كلها ضعيفه، والإمام النووي قال حسن. يجي لك شوية العيال بتوع اليومين دول يحققوا الأربعين النووية يقول لك حديث ضعيف، بالرغم الإمام النووي فوق قال حسن، بيعدي على الإمام النووي. الإمام النووي حسنه لأنه يوافق القرآن ويوافق روح الشرع الشريف، وأجمعت الأمة على الأخذ بمقتضاه فصار حسن لغيره، فيبقى حسن برضه. شفت قد إيه؟ القرآن بيقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال ايه؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الايات اهي، الايات بتوافق الحديث، او الحديث وافق الايات، مش كده برضو؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني الحديث كل مقتضياته ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، فربنا سبحانه وتعالى لما نزلت الايات دي قال ايه؟ قد فعلت، او نعم كما روي. يبقى ربنا لا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالإكراه ولا يؤاخذ بالخطأ، القرآن بيقول كده. يجي الحديث يوافق القرآن يقول لي ضعيف، حاجة غريبة، حاجة غريبة. فإنكار الحديث لمجرد أن رواياته ضعيفة دي بدعة ابتدعها الشباب بتوع اليومين دول، واخد بالك، سيرا على نهج الألباني، والألباني هو أول من ذهب إلى هذه الطريقة، يبحث عن الاحاديث بالطرق فقط دون مجموع الامه قبل ذلك. طب حديث البحر الطهور ماءه الحل ميتته، حديث ضعيف الاسناد، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ثم الامه كلها واخده بيه، كل الامه خدت بيه كويس، وبقى مشهور، صار مشهورا. يبقى مجرد انك تقرا كده حديث ضعيف معناه ان انا ارميه؟ ما حد، دي بدعه، بدعه، ما حدش قال كده. لأن حديث ضعيف غير حديث موضوع،
حديث ضعيف يعني ثبوته ضعيف من حيث الرواية، ولكن قد يكون من حيث الدراية قوي. فتشوف الأمة عملت إيه، أمة العلماء على مر العصور عملوا إيه في الخبر ده، تلقته بالقبول فصار قويا حتى لو إسناده المروي ضعيف، لأن أحيانا شهرة الحديث تجعل العلماء ما يبحثوش عن روايات كثيرة له اكتفاء بشهرته. طب قول لي إسناد القرآن، حد يعرف القرآن إسناد؟ حد قبل ما بيقرا الفاتحة بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأقرأ الفاتحة؟ حد عمل كده؟ اكتفاء بشهرته، متواتر، الكف عن الكف عن الكف، هننقل ايه ولا ايه ونقول اسماء مين ولا مين، خدت بالك؟ فيبقى احيانا الحديث يكتفى بشهرته. عشان كده يجي لك واحد يحقق لك الرسالة القشيرية ويلاقي الحديث ده ضعيف، يكتب لك ضعيف، وفي الاخر يقول لك مشحونة بالاحاديث الضعيفة في المقدمة، يعني يقول لك اوعى تقراها، يعني بيحققها عشان يصدك عنها، جهلة مش فاهمين حاجة. فلازم الواحد يكون فاهم الحكاية ازاي الامور ماشية، حديث ضعيف غير حديث موضوع، ليس صحيحا غير ليس حديثا، ده معنى وده معنى، فهمت ازاي؟ فرق كبير. واحيانا تبقى مش حديث لكنه كلام حكمة. طب ما كلام الامام الجنيد ده حديث عن النبي لما بيسئل عن التقوى، فقال الا يراك حيث نهاك والا يفقدك حيث امرك، هو ده كلام سيدنا الجنيد، ما هو موافق لأحاديث النبي. يبقى علشان مش حديث للنبي أرفضه؟ طب ما ده كلام الإمام الجنيد يوافق الشرع الشريف. هو إحنا اللي بنقبله بس أحاديث النبي ولا اللي فهموا عن النبي كمان بنقبل كلامهم؟ حتى اللي فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعبروا عن روح الشرع الشريف وعن فهم الشرع الشريف. فأنا بقول لك عشان بعض الكتب تيجي تقرأ الحديث ده يقوم يقلقك في الهامش، يقول لك بإسناد ضعيف. فيعرف اسناد ضعيف ما يضرش، طالما معناه صحيح ويوافق القرآن ويوافق الروح الشرع الشريف فيصير حسن لغيره. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عباس بن المفضل الإسقاطي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو هرمز نافع بن هرمز قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قيل يا نبي الله قيل يا نبي الله من آل محمد؟ قال كل تقي. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، برضو يؤخذ به حتى ولو ضعيف، آل محمد كل تقي، استقر الأمر على كده. وخد بالك ان آل محمد صلى الله عليه وسلم لها معاني كثيرة ملهاش معنى واحد، زي ما قال سيدنا الامام الشافعي في باب الزكاة، اما يقول لك آل محمد غير اما تقول آل محمد في باب القرابة، وغير ما تقول آل محمد في باب الدعاء والمدح. لو قلت آل محمد في باب الزكاة يقصد بيهم بني هاشم وبني عبد المطلب اللي هم وبني المطلب اللي هم يحرم عليهم الصدقة، يبقى نقول آل محمد في باب الزكاة معناها مقيد ضيق الذين تحرم عليهم الصدقة. ولو قلنا آل محمد ونقصد القرابة اللي هم العترة يبقى نقصد بالنسب. ولو قلنا آل محمد في باب الدعاء نقصد كل الأمة، أمة النبي كلها آل محمد صلى الله عليه وسلم كل أمته. أنت عشان كده في الصلاة الإبراهيمية بتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يعني دخلت فيها الأمة كلها، بل يدخل فيهم العاصي أولى من دخول الطائع، لأن العاصي احتياجه للاستغفار أعلى وأشد، وكل بياخد حسب حاجته، يعني حتى عصاة الأمة داخلين من باب أولى، لأن هم المرضى الغلابة الضعاف اللي في الأمة، هم دول اللي عايزين يتخذ بإيديهم، فهمت ازاي؟ مش منبوذين ولا حاجة، بل بالعكس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم وفر شفاعته ودعوته المستجابة لفاعل الكبائر من أمته الذين ماتوا مصرين عليه صلى الله عليه وسلم.
يعني لم ييأس من أمته صلى الله عليه وسلم أبدا. الآل النسب، الآل النسب ليهم خصوصية في بعض الأحكام، وليهم خصوصية المحبة الزائدة لهم لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انك انت فيها صلة لرحم النبي صلى الله عليه وسلم فده مطلوب، والقيام بحقهم مطلوب، وانك انت تعذر عصيهم وتصبر على جاحدهم وتحب عالمهم، واخد بالك ليه؟ لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزائدة بس، لكن مش معناه ان هي يعني يتميزوا عن الناس مطلقا، لكن التميز بالتقوى اصلا، التميز بالتقوى اصلا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم، انت لو وقفت المسألة، انت هتجد كل الاكوان فيها من الحقيقة المحمدية لو تفهمها، كل الاكوان فيها الحقيقة المحمدية الاصلية، واخد بقى، تشع في الاكوان كلها، لان الله سبحانه وتعالى اول ما خلق خلق نور، لان العدم ظلمة والوجود نور، فلم يكن هناك وجود مع الله فاراد ان يكون هناك وجود فخلق نورا، هذا النور هو الحقيقة المحمدية الاولية، خلق منها الاكوان كلها بعد ذلك، فصار سرا ساريا في الاكوان، وعشان كده كل شيء في الاكوان يتم بسريان هذه الحقيقة فيه. ايوه ده من كتب كتيرة مش من كتاب واحد، وماله ما يجراش حاجة، وهتلاقيها في ناس كتير وناس مش معترض عليها. طيب احنا في قرآن، ده في قرآن اللي هو اول ما خلق نور نبيك يا جابر، الحديث ده قاله ضعيف. ايوه ما. بس هو يوافق القرآن، هو الحديث ضعيف الاسناد بس يوافق القرآن، يوافق. انت مش حافظ القرآن؟ طيب نقول لك من القرآن الحاجات اللي تثبت اولية النبي. لا تثبت اولية النبي الاول، اولية النبي الاول كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم من اول القرآن لاخره ما حدش قال انا اول المسلمين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيدنا ادم قال انا اول المسلمين، كله يقول انا من المسلمين، سيدنا رسول الله قال انا اول المسلمين، وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اعبد الله، واخد بالك، قل اني امرت ان اعبد الله ولا اشرك، وامرت ان اكون اول المسلمين، قل اغير الله، لا لا استنى بس استنى بس، في اول سورة الانعام قل اني امرت ان اكون اول من اسلم وامرت ان اكون اول المسلمين، واخد بالك ازاي، ادي واحدة، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك امرت وانا اول المسلمين، تاني واحدة، واخد بالك، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، ادي التالتة، وفي سورة الزمر برضو قال انا اول المسلمين، يبقى كم مرة قالها؟ قالها كتير في القرآن صريحة، يبقى هو أول المسلمين. طيب الأكوان بقى كلها، ما احنا بنقول هو أول الأكوان. ربنا بيقول إيه؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم استوى إلى السماء وقال لها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني مسلمين. مش كده برضو؟ وأول المسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. الحكاية سهلة، يبقى هو أول المخلوقات، يبقى النبي أول المخلوقات. سئل متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الروح والطين، فهو آدم آدم، يعني سيدنا رسول الله هو آدم آدم، عشان كده ساعات يقولوا عليه آدم آدم، واخد بالك؟ اسمعني بس، مش مستبعد، مش مستبعد، مش مستبعد عقلا، ولا يوجد في الشرع ما يكذبه، ولكن لا، ولكن لا يجب على كل مسلم ان يصدق بما فيه،
واخد بالك؟ يعني مش من ضمن اصول الاسلام ان الواحد لازم يقتنع بهذا الاقتناع، لكن اعتقادك في هذه الاشياء يجعلك تصل لدرجة من درجات الولاية، لان على قدر معرفتك بنبيك على قدر معرفتك بربك، وعلى قدر جهلك بنبيك على قدر جهلك بربك. فكلما ارتقيت في معرفة مقامات النبوة كلما ارتقيت في معرفة الرب، لانهم رسل الله، فاللي يعطي الرسل حقها ويعرف قدرهم بيعرف، واللي وعلى قدر جهلك بهم على قدر جهلك بالله. لكن ما بنقولش ايمان وكفر، يعني اللي بيجي يقول لك انا مش مقتنع بالكلام ده نقول له انت مسلم حبيبنا برضه ما جراش حاجه، بس من عوام المسلمين، من عوام المسلمين، واخد بالك؟ وممكن يدخل الجنه برضه بس يبقى من عوام اصحاب اليمين. لكن احنا بنتكلم على اعتقاد المقربين اللي هم فهموا الحكايه، زي سيدنا ابو بكر الصديق. اعتقاد سيدنا ابو بكر الصديق في رسول الله زي اعتقاد عوام الناس؟ ده شايف في رسول الله كل حاجه، فهمت ازاي؟ وعشان كده فضل الصحابه. وعلى قدر معرفة الناس بالنبي والتصاقهم به على قدر تفاضلهم عند رب العالمين، لأنه هو رسول رب العالمين. هي دي المسألة. فعلى أي حال الكلام ده مش مستبعد عقلا، لما بحثنا في القرآن لقيناه برضه مش بعيد. لما قرينا لقينا أحاديث ضعيفة الإسناد لكنها موافقة. فما يضرش إن أنا أعتقد فيه. فهمت إزاي؟ ما يضرش. لأنه صحيح. لأنه ما حدش بيقول إن النبي إله، ده إحنا بنقول له مخلوق. ولا بد ان الخلق يبقى ليه اول، مش كده برضه؟ لان الذي لا اول له هو الله، فلا بد يبقى الخلق ليه اول، والاوليه دي فيها نوع من الامتياز، فلا بد ان تكون للممتاز اصلا، واميز الخلق هو رسول الله، فغير مستبعد ان هو يمتاز بالاوليه. وعشان قال كده قال كنت اول الناس خلقا واخرهم بعث، مش قايل كده في الحديث برضه؟ كنت اول الناس خلقا واخرهم بعث في الحديث. يعني ما احنا ما قلنا ما تقولش عليه اله، النصارى قالوا اله، احنا قلنا اله؟ كل كلام اللي انا قلته ده جبنا فيه سيره الالوهيه، بنقول مخلوق، صح؟ يبقى احنا ما زلنا تحت ايه؟ تحت مظله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا نطريه. ايه المانع؟ ايه المانع؟ اسمعني بس، اسمعني يا سيدي. القرآن نزل من الله اولا على الحقيقة الاحمدية اولا، كويس؟ لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتسقت به الجسمانية الكثيفة فصار مع الحقيقة الاحمدية محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كان القرآن نزل عليه اولا قديما من قبل كده، لانه كان في الاكوان قبل كده، كان موجودا صلى الله عليه وسلم، له وجود لكن وجود غير كثيف، مش جسم، كان وجود غير كثيف، كان في المعاني، واخد بالك ازاي؟ لان ربنا بيقول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جاءكم يعني دليل انه موجود وهيجي. المجيء لا يطلق الا على موجود اصلا، مش كده برضه؟ قال اخلق لكم، قال جاءكم، يعني قاعد منتظر لما تجتمعوا كلكم عشان يجي لكم. يبقى هو قبلهم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، ده اخذ الميثاق من الانبياء عليهم الاول، واخد بال حضرتك؟ يعني الحاجات دي كلها حاجات سهله. الكلام يتوافق مع قوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه، اتى امر الله فعلا هو اتى، ولكن مجيئه لسه ما جاش. مين قال لك ان اتى امر الله لازم تبقى على القيامه بس؟ تحتمل القيامه، القران حمل اوجه، ويحتمل أمر الله يعني حكم الله يعني دين الله يعني قول الله يعني رسول الله يعني حجة الله يعني برهان الله، تحتمل كل المعاني دي. القرآن واسع، القرآن واسع، معانيه أوسع من ألفاظه، فهمت؟ بس فما تقيدش الأمور. وبعدين بعد كده قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فسمى نور وقال سراجا منيرا، يبقى نور، يبقى هو اول الخلق وكان نور، يبقى نور. سهله، القران سهل يعني، والصحابه كلهم اللي شافوه قالوا انه نور، كل من راه قالوا انه نور، قال منور، كل من راه، ما حدش راه من الصحابه وصفه الا اللي قال عليه منور، واللي بيشوفه في المنام بيشوفه لحد دلوقتي منور. الله، حاجه غريبه قوي. وبعدين يجي اخر يقول لك من طين، خلق من طين، ها؟
نيجي نقول لهم النور، يقول لك لا، ويعملوا ملصقات يلزقوها على سواري المساجد، عاملين زي بتوع المظاهرات، ملصقات عجيبة كده يلزقوها. يقول لك سيدنا محمد خلق من طين. الإجابة الصحيحة، الإجابة الخطأ، من نور. والله بيعملوها كده. قريتوها ولا أنا اللي بس اللي أقراها؟ أنا قريتها. طب وفين يوحى إلي؟ وفين يوحى إلي؟ افرض هو كل طين مظلم؟ ها؟ افرض هو من طين مظلم؟ استنى بس، مش بيقول إن الناس معادن؟ واخد بالك؟ الناس معادن. طب أنا هجيب لك طين منور، الماس كربون ومنور، وده واقع حسي. روح شوف كده الماسة تلاقيها منورة، مخلوقة أصلا من إيه؟ من تراب، من كربون اللي بيعمل الفحم. الأسود ده المظلم ده ربك يرتبه ترتيب تاني يخليه منور. إيه المانع إن يبقى نبيك كده منور؟ إيه المانع يعني؟ هم عندهم كل طين مطين بطين زيهم؟ لا، ده في طين تاني منور. فهي الحكاية سهلة، فمش عايزين نجادل، الحكاية سهلة، الحكاية سهلة. فالتقوى جماع الخيرات، التقوى جماع الخيرات، وحقيقة الاتقاء التحرز بطاعة الله عن عقوبته. يقال اتقى فلان بترسه، حتى احنا نقول الوقاية خير من العلاج، يعني الحماية، انك تحمي نفسك من اسباب الامراض خير من انك انت تقع في المرض وتعالجه. يبقى الوقاية هي الحماية يعني، والحماية تكون بالتحرز بطاعة الله عن عقوبته. وأصل التقوى، أصلها بقى اتقاء الشرك بالتوحيد، ده للعوام لكل الناس، لازم علشان يدخل في الإيمان يتقي الشرك عشان يبقى مسلم في الأول، ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات عشان يبقى مطيع. يبقى الأول يبقى مسلم يتقي الشرك، طب مسلم عاصي يوم يتقي السيئات ويفعل الطاعات، يبقى طائع، يبقى بقى أرقى شوية. ثم بعده اتقاء الشبهات، وبعد كده يبعد عن الحاجة اللي هي مش باينة انها معصية قوي ولا مباحة 100%، لا حرام ولا حلال، مشتبهة، يوم يتقيها كمان يمتنع عنه بالورع. يبقى الأول الإسلام باتقاء الشرك، وبعدين الإيمان ما صدقه القول، ما ايه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى البعد عن الطاعات، البعد عن المعاصي وفعل الطاعات، يبقى الايمان، يبقى الاول اسلام فايمان. وبعدين يبتدي بقى في مقامات الاحسان، يتورع، يتعامل مع ايه؟ ما تحقق حله، اي حاجه فيها شبهه يبعد عنها. ثم يدع بعده الفضلات اللي هي الزيادات بقى، حتى ياخد من المباح بقدر الضروره والحاجه، يبقى الزهد، يبقى يرتقي في مقامات الاحسان. يبقى الحكاية كلها بالتدريج كده. كذلك سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول، سمعته يقول: ولكل قسم من ذلك باب. طبعا يعني باب التوحيد ده باب عايز علم، تعرف ايه الصفات الواجبة في حق الإله والمستحيلة والممكنة، وفي حق الأنبياء والسمعيات، علم التوحيد تعرفه. وبعدين اتقاء المعاصي والسيئات، لازم تعرف ايه اللي يغضب الله وايه الحرام وايه المكروه وايه المطلوب منك الواجبات والمستحبات والاداب، يبقى عايزه علم، ده باب لوحده. وبعدين الشبهات، ده عايزه باب الورع، ده عايز بحث. وبعدين الزهد بعد ذلك، ده باب كبير وعايز برضه بحث، وهكذا. فكل حاجه من دي باب لوحده. ولكل قسم من ذلك باب. وجاء في تفسير قوله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، إن معناه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. واتقوا الله حق تقاته يعني معناها اتقوا الله ما استطعتم، لأن ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن لو نظرت إلى جلال الله وعظمته مهما فعلت لا تتقيه حق تقاته التي تليق بمقامه سبحانه، ولكن انت بتتقيه بما يليق بمقامك انت،
لان انت جبلت على النقص، فمهما فعلت فتقواتك فيها نوع نقص، ولكن الله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا مع اجتهادك، لان الله سبحانه وتعالى يجبر النقص، ولان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، ولان الله سبحانه وتعالى لا يكلفك بالمستحيل. فاذا كنت جبلت على النقص فيكلفك بالكمال وانت جبلت على النقص، فيبقى ده تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال عند اهل الاصول لا يقع. واتقوا الله حق تقاته، ان معناه ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت احمد بن علي بن جعفر يقول، سمعت احمد بن عاصم يقول، سمعت سهل بن عبد الله يقول، لا معين الا الله، ولا دليل الا رسول الله. لا معين الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لانه هو الفاعل، وهو الذي يخلق الطاعه على جوارحك ثم ينسبها اليك، كما يخلق لك الابن بعد من الزوجه وينسبه لك وانت لم تخلقه، كما يخلق الزرع للحارث الذي يحرث الارض وينسب اليه فيصير صاحب الزرع. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون. ولكن بالرغم من هذا ينسب اليك الابن فيقول لك ده ابنك، وينسب اليك الزرع ويقول لك ده زرعك، واخد بالك؟ فالله سبحانه وتعالى يخلق الاشياء على جوارحك وينسبها اليك منة منه وفضل. لا معين الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، والله خلقكم وما تعملون، ولا دليل الا رسول الله، هو الدليل، هو الاسوة، هو القدوة صلى الله عليه وسلم، ولا زاد الا التقوى، ولا عمل الا الصبر عليه، اي الصبر على العمل. وسمعته يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت الكتاني يقول، قسمت الدنيا على البلوى وقسمت الاخرة على التقوى. يا اما بيقولها على لسان الحضرة، يا اما بيقول قسمت، تنفع الاثنين. قسمت يبقى بيتكلم على لسان الحضرة الالهية، يا اما بيكلم على لسان نفسي بيقول قسمت، والذي قسم هو الله سبحانه وتعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما نقاسم والله يعطي، ما من خير في الاكوان الا يعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه فيقسمه في الاكوان، حتى قبل ظهوره وفي حال حياته وهو في برزخه ما زال قاسم والله يعطي، قال انما انا قاسم والله يعطي. مش مصدق؟ مش مصدق؟ ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. واضحه الحكايه، واضحه. وقال ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واضحه. قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اوقع عليه السلام اولا فقسمه النبي قاسم، بتقولها كل يوم في التشهد ومش واخد بالك. مش هو ربنا قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله؟ ام النبي خد السلام وزعه؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قاسم والله يعطي. حكايه سهله، لكن اللي في قلبه مرض ومش عارف مقام النبي بتصعب عليه. فنعمل لهم ايه؟ ربنا يهديه ويشرح صدره. يتضايق قوي، قام ادانا بمدد رسولك الكريم، يقول لك مات خلاص. مات ايه؟ ده انت اللي ميت، ده انت اللي ميت، ده هو احيا منك صلى الله عليه واله وسلم. بيقول قسمت الدنيا على البلوى، على البلاء، ليعظم الاجر يعني. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، مش كده الحديث كده؟ يبقى كلما عظم البلاء في الدنيا عظم الاجر في الاخره، يبقى قسمه الدنيا رزقها جاي المتعلق بالاخره على البلاء، كلما اشتد البلاء كلما عظم الاجر والثواب. ادي معنى قسمه الدنيا على البلوى، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. وقسمت الاخره على التقوى،
يعني على قدر تقوى الله عند البلاء، يعني على قدر استقبالك بها البلاء، هتستقبله ايه؟ بالصبر. هتستقبله بالرضا. اللي يستقبله بالصبر ليه ثواب، اللي يستقبله بالرضا ليه ثواب اعلى، واللي يستقبله بالمحبة ليه ثواب اعلى واعلى. فكل واحد على حسب بقى هيستقبل البلاء بايه، وكل على حسب. تبقى هي جاية محنة، استقبلتها انت بالصبر انقلبت الى منحة. فهمت؟ من رضي له الرضا ومن سخط فعليه السخط. وسمعته يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت الجريري يقول: من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل الى الكشف والمشاهدة. من لم يحكم يعني يتقن، يتقن اساسه، يبقى بيعبد ربه على اساس كده، مش اونطجي، مش يعبد الله على حرف، لا، ده بيعبد على علم. من يتقن يعني من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة، يعني من لم يتقن ذلك الاساس، وهي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وتقوى الله بفعل الطاعات ومعرفتها وكيفيتها، وتجنب الحرام ومعرفته وكيفيته، وتجنب الوصول إليه، والآداب في ذلك كله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتقن هذا كله لم يصل إلى الكشف اللي هو عين اليقين، ولا المشاهدة اللي هو حق اليقين. يفضل طول عمره كده في طور الإيمان والإسلام يتردد. إنما اللي أحكم يرتقي من الإسلام للإيمان إلى مقامات الإحسان التي لا تنتهي. وقال النصربادي: التقوى أن يتقي العبد ما سوى الله عز وجل. دي وجهة نظر تانية بقى. التقوى أن يتقي العبد ما سوى الله عز وجل، يعني يتجنب كل شاغل سوى الله. أن يتقي ما سوى الله يعني يتجنب كل ما يشغله عن الله. ادي معنى يتقي ما سوى الله. انت متعود تقول يتقي العبد الله، مش كده برضه؟ هو جابها لك بطريقه تانية، بيلفتك، بيلفتك، خد بالك، لان العلماء دول بتبقى ليهم ملامح كده ومفاهم وفهوم خاصه بيهم، لكنها فهوم كلها موافقه للشرع الشريف. بالمجاهده بتقل ويصير العبد بالله لا بنفسه. أن يتقي العبد ما سوى الله عز وجل يعني يتجنب كل ما يشغله عن الله عز وجل. أدي معنى. وقال سهل، اللي هو سيدنا سهل ابن عبد الله التستري: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها. وفي نسخة: من أراد أن يفتح له باب التقوى فليترك الذنوب كلها. طبعا لأنه بيفعل شوية ذنوب يبقى ما عندوش كمال للتقوى، التقوى بتاعته ناقصة. وقال النصربادي: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما عند الله خير للأبرار، فيشتاق للآخرة. وقال بعضهم: من تحقق في التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا، لأنه عارف أنها فانية، فتبقى هينة بقى، يعني حتى لو فاتوا حاجة إيه يعني، ما يجراش حاجة. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ بيقول كده سيد ابن عطاء الله، سؤال استفهام تقريري بين أجابته، مش محتاجة أجابة. ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيء، بل وجد كل شيء. وماذا وجد من فقدك؟ فقد كل شيء. فهمت ازاي؟ وقال ابو عبد الله الرزباري: التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله، مجانبة ما يبعدك عن الله. كل ما يبعدك عن ربك تتقيه، يبقى انت كده بتعمل نفسك وقاية. وقال ذو النون المصري: التقي من لا يدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلالات، ويكون واقفا مع الله موقف الاتفاق. من لا يدنس ظاهره بالمعارضات، يعني جوارحه ما تبقاش مشغولة في المعاصي، دي الظاهر. طب وباطنه وقلبه؟ ولا باطنه بالعلالات، بالتعليل اللي انا بقول لك عليها
من زمان هقطع نفسي، يعني يلتمس لنفسه الاعذار في فعل المعاصي. فلك وانا بقى هقطع نفسي، يعني بيعلل لنفسه تقصيره مع ربه. فلك انا عملت على قد ما اقدر، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، هموت نفسي بقى. بيعلل نفسه، يقوم ما يجتهدش، يجي يصلي واخد بالك في البيت يقول لك الحمد لله انا بصلي، ده في غيري ما بيصليش. يا عم ما تصلي في الجامع احسن، ده انت فاضي شويه ما تيجي تصلي الجماعه الاولى. يقول لك اصل انا شغل كتير، يعني انا هقطع نفسي، ده في غيري ما بيصليش. ادي العله لتر، يقوم ايه يحسس نفسه بالعله، بالعله اللي بيقولها لنفسه ان هو كده حلو وكده كفايه، هو وليس في الامكان ابدع من مكان، وانه هو حاجه تمام كده، يقوم ايه تقل تقوى. فبيقول لك التقوى بقى لا يدان الظاهر بالمعارضات، يعني المخالفات في الظاهر، فيبقى ظاهره كامل، ولا باطنه بالعلالات، انه يعلل لنفسه سبب تقصيره، يعمل لها علل، يقوم تبقى ليها مسوغات عنده. يوم ما يقابل رب يقول له معلش يا رب انا ضعيف انا غلبان انا، فهمت؟ لا، انت تجتهد وتستعين بالله ولا تعجز. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ايه ولا تعجز، يعني مفيش تعليل، تقولش انا عجزت، لا استعن بالله، قول يا قوي، تقول لا حول ولا قوة. تقرا احوال الصالحين تدي لك طاقة، تقرا احوال نبيك صلى الله عليه وسلم تديك طاقة، تجالس رفقاء الصلاح والتقوى تدي لك طاقة تعينك على هذا، ويكون واقفا مع الله موقف الاتفاق، يعني راضي مش معترض على احكام الله، يعني موافق رب، موافق رب على كل حاجة اقاموا فيها واقام العباد كلهم فيه، مش قاعد هو معترض دي ليه عامية وليه ليه طرشة وده ليه عاجز وده ليه ما بيشتغلش وده ليه مش لاقي ياكل وده ليه مش عارف ايه، طب وانا ليه كده وانا ليه ده، يعني مش عاجبه الاحكام خالص، يعني مش عاجبه، يقولك الدنيا فسدت مفيش حاجة عدلة، كله مقلوب، وهو اللي مقلوب، فلما اتقلب شاف كله مقلوب، عارف لو اتعدل هيلاقي كله معدوم، ما هو انت لو اتشقلبت كده هتشوف الدنيا كلها متشقلبة، صح؟ فاللي يقول لك كل الدنيا مشقلبة هو اللي مشقلب، قول له طب اتعدل، أول ما يتعدل هيلاقي كله معدوم. أدي معناه يقف مع الله موقف الاتفاق، يبقى موافق، لأن لله الخلق والأمر، مش كده برضه؟ فكل ما يحدث في الأكوان هو أمر الله، هو قدر الله، موافق ولا مش موافق؟ موافق تبقى راضي، تبقى واقف معاه موقف الاتفاق، مش موافق من رضي له الرضا ومن سخط فعليه السخط، يبقى هو برضو مش موافق عليك، اذا كنت انت مش موافق على احكامه يبقى هو مش موافق عليك، راضي باحكامه هو راضي عليك، وهكذا. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت ابا الحسن الفارسي يقول، سمعت ابن عطاء يقول، التقوى ظاهر وباطن، يعني حاجة ظاهرة في الإنسان تشوفها فيه، وباطنة بقى في القلب لا يطلع عليها إلا الله. فظاهره محافظة الحدود، وباطنه النية والإخلاص، إن تبقى الأمور دي لله خالصة، حتى ما تكونش بقى للشهرة وللحاجات دي ولقضاء الحوائج وعشان يبقى ليه منزلة في قلوب الناس والكلام ده كله. وقال ذو النون، ولا عيش إلا مع رجال قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر، وفي نسخة بالذكر هتبقى أقوى، ترتاح للذكر غير ترتاح بالذكر، اللي ترتاح بالذكر مقامه أعلى من اللي بيرتاح للذكر. سكون إلى روح اليقين وطيبه كما سكن الطفل الرضيع إلى الحجر. وقيل يستدل على تقوى الرجل بثلاث، شوف بقى دي ميزان عامله لك عشان تعرف انت عندك قد ايه من التقوى، ميزان كده ثلاث حاجات لازم تجتمع فيك، شوف انت فيك منها نسبة قد ايه، تعرف انت التقوى بتاعتك قد ايه، تقوم تحصل. حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. خد بالك اوزن الامور، حسن التوكل فيما لم ينل، انت لسه عايش وفي امور في الغيب رزق ليك جاي لك انت ما تعرفوش، فعندك ثقه في الله فمش قلقان، ادي معناه حسن التوكل فيما لم ينل، يبقى سببه الثقه في الله. انت قلقان تبقى ما فيش حسن التوكل فيما لم ينل،
الدولار يا عم مش هيثبت على كده، ده بس لعبة الحكومة عملتها، لكن بعد كده هيزداد الفقر. الله يا عم انت مالك، احمد ربك، ايه اللي شبعك قبل كده هيشبعك بعد كده؟ وسيبها على الله، هو اللي بيشبعك الدولار؟ حاجة غريبة. وانت بتعبد الدولار؟ احنا مالنا، احنا ربنا خلق لنا بق وهيملاه لنا اكل طالما عايشين، الحكاية سهلة. وخلق لنا جسم هيستره لنا لحد ما نموت، الحكاية سهلة. فهمت ازاي؟ لكن لا، الان يبقى ده ما عندوش حسن التوكل فيما لم ينل. ليه؟ ما عندوش ثقة في الله. فهمت؟ الثانية حسن الرضا فيما قد ناله، اللي هو بقى اللي في ايدك، راضي قانع بيه ولا جاتنا نيلة في حظنا الهباب؟ لو كنت جاتنا نيلة في حظنا الهباب تبقى شغلانة تانية، يبقى ما عندكش قناعة، ما عندكش رضا. يبقى شوف انت من نوع تبع جاتنا نيلة في حظنا الهباب ولا تبع الحمد لله بقلبك مش بلسانك يا اونطجي، بقلبك. فهمت؟ يبقى دي معناها الرضا بما اقامك فيه. وبعدين طب والحاجه اللي كنت عايزها وفاتتك وما خدتهاش، صابر عليها وراضي بحكم الله ولا ندمان وبتعض على صباعك وزعلان؟ لو كنت صابر عليها وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى منعك اياها رحمه بك حتى لا تنشغل بها، يبقى ده كما يعني مقام محبه. وحسن الصبر على ما قد فات، زي ما قالوا سيدنا عيسى ابن مريم، ما كانش كان يمشي على الارض على طول كده رايح جاي، فبيقولوا اتخذ لك حمارا يعني تركبه، فقال انا اغلى على الله من ان يشغلني بحمار. فهمت ازاي؟ هيقول لك اكل الحمار ونيم الحمار ونظف الحمار وحمي الحمار واسقي الحمار، انا بقى في غنى عن الشغلانه دي كلها. فهمت ازاي؟ تقول انا ربنا ما جابليش عربيه، كل زمايلي عندهم عربيات وانا الوحيد اللي ما عنديش عربيه، بركب الاتوبيس. احمد ربنا، ربنا مش هيشغلك بعربيه كل يوم عند الميكانيكي وتخبطت وعسكر المرور واقف ويسحب منك الرخصه ويقرفك. طب ما ربنا يرحمك يا عم، ده اللي عنده العربيه طهقان. فهمت ازاي؟ بدل ما تسوقها انت لوحدك كل الناس بقوا سواقين عندك. ده ايه الحلاوه دي؟ بدل ما تبقى انت سواق نفسك كل الناس بقت سواقين، تشاور كده اي واحد يسوق لك، ايه الحلاوه دي؟ مفيش احلى من كده. واللي عنده عربيه يقول لك دي موديل بقى لها 10 سنين، ايه ده انا كده راكب عربيه سنكوح؟ يا عم قول الحمد لله، انت لازم يعني تبص للي راكب طياره قول الحمد لله، الحكايه سهله. يعني ترضى تبقى اللي في ايدك مبسوط منه، ادي الحكايه سهله، الدنيا سهله على فكره، احنا اللي مصعبينها. حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. شفت الجمال؟ حد يعرف يكتب الكلام ده من العلماء الا لو كانوا اهل انوار والراس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، لان الحاجات دي ما تعرفش، العلم ده ما جابوش من الكتاب، ده ربنا سبحانه وتعالى علمه لهم. من عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم. وقال طلق بن حبيب: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على هداية، مخافة عقاب الله، بسبب الخوف من عقاب الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمدا الفراء يحكي عن أبي حفص أنه قال: التقوى بالحلال المحض لا غير. يعني وسيلة التقوى انك انت تتعامل مع الحلال المحض، يعني تبعد عن الشبهات. التقوى تكون بالتعامل مع الحلال المحض، المباح المحض، المحض يعني الخالص، اي شبهه ابعد عنها. فهمت؟ وهيجيب لك نماذج في اخر الكتاب باب التقوى للعلماء بقى ازاي كانوا بيتقوا ربنا بقى في الامور اللي انت ما تخطرش على بالك، هنشوفها بسرعه كده. وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا الحسين الزنجاني يقول: من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله إيه؟ يرزقه من حيث لا يحتسب. إيه ده؟ ولما ربك يرزقك من حيث لا يحتسب هيدي لك بقى بغير حساب، يبقى ربحك كبير قوي. ده بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى لو تصدقت مثلا بحباية قمح، بحباية قمح، ما هو ربنا بيضاعف الحسنات إلى 700 ضعف أو يزيد، ياخدها
منك سبحانه وتعالى ويفترض لو زرعت في اخصب ارض باحسن رعاية هتطلع كام سنبلة؟ وبعدين يفترض ان السنابل دي زرعت مرة اخرى في اخصب ارض باحسن رعاية تطلع كام؟ كده طول عمرك تقابل ربك على حبة قمح تصدقت بيها تلاقي عندك هناك يعني حاجة لا توصف، كل دي بدايتها حباية، واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى ينمي صدقتك عنده على احسن نماء وعلى احسن رعاية. فهمت ازاي؟ ادي بقى علشان كده تكل الألسن عن وصف الربح. احنا ابتدينا بحبة قمح، تكل الألسن عن وصف ربحها حبة قمح بس. شوف بقى انت هتعيش 60 سنة وربك سبحانه وتعالى شوف دورة القمح عشان تتزرع عايزة قد ايه؟ كم شهر؟ وكل شهر الحباية دي بتبقى كذا سنبلة، والسنبلة بقت سنابل، والسنابل بقت الاف وبقت ملايين، وبقى ايه ده؟ ده ولا بيل جيتس اللي كان جايبينه الراجل اللي هو اغنى من في الارض الان بيقولوا عليه يعني، واخد بالك ازاي؟ اللي هو رأس ماله اكتر من اقتصاد دول، الناس كلها قاعدة بتحسده، وانت بتشوفه يوم القيامة بيسأل عن كل دولار هتقول الحمد لله. يجي يسألك انت ايه؟ يقول له كان عندي معزتين، معزة ماتت والتانية بعتها وخلاص تعدي، وهو واقف لسه بتسأل على دولار دولار. فربنا ينجينا يا سيدي، احمد ربك. وقال الواسطية التقوى ان يتقي من تقواه. يا دي حاجة تانية بقى، ملمح اخر، هو عايز يرقيك حاجة تانية. يبقى التقوى بقى بعد ما تعتدها وتبقى كده ماشي، هتلاقي نفسك كل نظرتك لعملك انك بتتقي. لا، ده هو بيقولك بعد كده بقى اتقي انك ترى انك انت عامل، بل ترى توفيق الله لك. فالتقوى ان تتقي من تقواه، اي من رؤية نفسك متقي. لان لو رأيت نفسك اعجبت تقول ايه الحلاوة دي، ده انا بقالي 20 سنة ما بيفوتنيش فرض، انا بقالي 20 سنة ما بيفوتنيش كذا، بقالي 20 سنة ما قعدتش في قعدة لهو، بقالي ايه الحلاوة دي. طب جئت اول ما تذكرت الحاجات دي كلها، يبقى انت كده بتحبط عملك، كأنك بتمنى على الله. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم تعلمون. فهمت ازاي؟ فالتقوى بقى مرحلة تانية. يبقى في الاول كسب من العبد، وبعد كده العبد يعرف ان الايه؟ ان الخالق هو الله لاعماله. نسبت اليه اكتسابا والى الله فعلا وايجادا، فينسبها لربه، فينسى بقى فعله، واخد بالك ازاي؟ ويحمد ربه على توفيقه. ادي معنى ان يتقي من تقواه، يعني من رؤية تقواه. والمتقي مثل ابن سيرين. هيدي لك امثلة بقى للناس ايه ازاي كانت بتتقي. اشترى 40 حبا سمنا، يعني وعاء كده فيه سمن 40، فاخرج غلام الخادم بتاعه فأرا من حب، فلقى فار ميت في واحدة في وعاء منهم، الواد الخادم، فراح مطلع الفار ده. انت عارف الفار ينجس السمن لو ايه؟ لو كان سايح، لو ما كانش سايح بترمي الجزء اللي محيط بيه، مش كده برضه؟ فيبدو الظاهر السمن بتاعه ده كان سايح، كان يوم صيف بقى ولا حاجه. فالمهم، فاخرج غلامه فاره من حب، فساله من اي حب اخرجتها؟ انت خرجتها من اي وعاء؟ الواد كان واد غلام دهوي، كان المفروض الوعاء اللي في الفاره دي يحجزه كده في حته، لا خرجها ومحطوط في وسطهم كلهم شبه بعض. فقال لا ادري. قال له والله مش فاكر، واحد في دول وخلاص، وهم 40. قال فصبها كلها على الارض، اختلط الحلال بالحرام فغلب الحرام، مش القاعدة كده؟ اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، راح رميها كلها. لكن انت كنت هتضرب الواد ضرب لحد ما يعترف لك انه هو ده، وبعد ما يعترف لك انه هو ده ترميه، وبعدين تاكل الباقي، واخد بالك؟ لحد ما يعترف انه ارنب وهو مش ارنب. فهمت ازاي؟ لان الاقرار تحت الاكراه لا يصح شرعا، لكن يصح في وزارة الداخلية بياخدوا بيه، مش في مصر بس، في كل العالم للأسف، في كل العالم مش في مصر بس، يعذبوا الناس حتى في امريكا اللي بتدعي الحريات او انتاجية، يعذبوا البني ادم لحد ما يقر انه هو حمار، يبقى حمار خلاص بينهى، هو بني ادم.
فربنا ينجي يا سيدي. ومثل ابن يزيد اشترى بهمدان، ومثل ابن يزيد، انا عندي ابن يزيد، ابي يزيد صح، هتبقى كده، هو حتى اتكتب تحت البسطاني، يبقى ابن ابي يزيد، ابي يزيد البسطاني. اشترى بهمدان مدينة، يعني همدان حب القرطم، عصفر يعني، عصفر كده، ده نوع من انواع العطارة، القرطم او القرطم او القرطم. ففضل منه شيء، فلما رجع الى بسطام رأى فيه نملتين، شاف نملتين جوه الكيس اللي فيه العصفر، فرجع الى همزان فوضع النملتين علشان ايه؟ يوديهم بلدهم. ده شغلانة بقى، دي حاجات عالية يعني، احنا هو بيديك امثلة بس عشان ايه؟ يعرفك حجمك بقى، يعني هو عايز يعرفك حجمك بس الحكاية. ده انت لو لقيت فيهم عيل بيرضع هتقول له ايه اللي جابك هنا يا مجرم. ربنا. ويحكى ان ابا حنيفة، شوف سيدنا ابي حنيفة بقى، ابو حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور، كان لا يجلس في ظل شجرة غريمة، لما يبقى واخد دين من واحد مستلف ما يرضاش يقعد في ظل الشجرة بتاعته، ويقول قد جاء في الخبر كل قرد جر نفعا فهو ربا، ما هو اقترض من غريمه فاصبح ده قرض، فما يروحش بقى يستظل بجداره ولا بشجرته والا يبقى بينتفع مع القرض ده، لا ده هو لما يقرض الزهر، لما يقرض لما يقرض يعني، لما يقرض واحد، لما يقرض واحد ما يروحش بقى ايه يستظل بالشجرة بتاعته، ما هو طبعا انا لو سلفتك وجيت انا استندت عندك هتكرمني اخر كرم بقى، ما انا بقى ليا منة عليك، فكل يوم التاني اخبط عليك وقت الغدا اتغدى، وكل يوم بقى اخبط عليك وقت العشاء نتعشى، وشغلانة بقى لما تحرم تستلف مني بعد كده. لكن هو الامام ابو حنيفة لا، كان يقول لك كل قرض جر نفعا فهو ايه؟ ربا، فكانش يستظل بشجرة غريمة. وقيل ان ابا يزيد غسل ثوبه في الصحراء مع صاحب له، فقال له صاحبه تعلق الثوب في جدار الكرم، قال له في بستان كده وليه جدار، تعالى نعلقه ننشره عليه لما ينشف، فقال لا، لا تغرز الوتد في جدار الناس، قال نعلقه في الشجر، قال لا انه يكسر الاغصان، قال نبسطه على الازخر، طب على الارض كده على الحشيش، فقال لا انه علف الدواب لا تستره عنه، فولى ظهره الى الشمس والقميص على ظهره حتى جف جانب ثم قلبه حتى جف الجانب الاخر، يعني نشره على جسمه وريح مخه. وقيل ان ابا يزيد دخل يوما الجامع فغرز عصاه في الارض فسقطت، كانوا زمان اما يجوا يخشوا الجوامع والناس كلها ماسكة عصيان يغرزها كده علشان اما يجي يقوم يسند عليها وهو قايم، فتلاقي كل واحد ايه غرز قدامه عصاية كده، كان زمان عادتهم كده يعني. ان ابا يزيد دخل يوما الجامع فغرز عصاه في الارض فسقطت ووقعت على عصا شيخي بجنبه، ركز عصاه في الارض، فلما وقعت عصا سيدنا ابي يزيد جت خبطت عصا واحد تاني شيخ جنبه راحت موقعها له فالقتها، فلما الشيخ جاي يقوم انحنى وخد العصايه، فمضى ابو يزيد الى بيت الشيخ واستحله وقال كان السبب في انحنائك تفريطي في غرز عصايا حيث احتجت الى ان تنحني، حقك علي. ورؤي عتبة الغلام بمكان يتصبب عرقا في الشتاء، فقيل له في ذلك فقال انه مكان عصيت فيه ربي، فسئل عنه فقال كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسل بها ضيف ليده ولم استحل من صاحبه، يعني خد حتة طينة كده من على الجدار لانه كان جدار من لبن وكان ضيف معاه استعملها وغسل بها ايده. دي امثلة بس يعني للناس ازاي بتفكر في التقوى يعني.
وقال إبراهيم ابن وقال إبراهيم ابن أدهم بت ليلة تحت الصخرة ببيت المقدس، فلما كان بعض الليل نزل ملكان، فقال أحدهما لصاحبه من ها هنا؟ فقال الآخر إبراهيم ابن أدهم، فقال ذاك الذي حط الله سبحانه درجته من درجة من درجاته. فقال لما؟ قال لأنه اشترى بالبصرة تمرا فوقعت تمرة على تمرة من تمر البقال فلم يردها على صاحبها. قال إبراهيم، يعني جاله ملكين في الرؤية قالوا له هو ده بقى اللي ربنا حط منه درجة، لأنه اشترى تمرة، اشترى تمر من عند واحد في البصرة فوقعت تمرة من تمر البقال على التمر بتاعه فخده ومشي. قال إبراهيم فمضيت إلى البصرة، راح للبصرة واشتريت التمر من ذلك الرجل وأوقعت تمرة على تمره، ورجعت إلى بيت المقدس وبت في الصخرة، فلما كان بعض الليل إذا أنا بملكين نزل من السماء، فقال أحدهما لصاحبي من ها هنا؟ فقال الآخر إبراهيم بن أدهم، فقال ذلك الذي رد الله مكانه ورفعت درجته. يبقى دي ناس بقى إيه من أهل الكرامات العالية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم ببعض الهنات البسيطة التي قد تغتفر لغيرهم، دي لعلو مكانتهم عند الله. وقيل التقوى على وجوه، للعامة تقوى الشرك، وللخاصة تقوى المعاصي، وللأولياء تقوى التوسل بالأفعال، يعني رؤية الأفعال إنها وسيلة، بل يعمل العمل ويرى أنه يدخل برحمة الله الجنة لا بعمله. وللأنبياء تقوى نسبة الأفعال، حيث أن الأنبياء تحققوا بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينسب إليهم فعل بل إلى الله، إذ تقواهم منه إليه. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. طبعا الناس الأسخياء في الدنيا هم السادة، اللي بيقضوا حوائج الناس، بينفقوا على الناس، هم دول السادة صحيح، وهم دول برضو هيبقوا سادة في الآخرة لو فعلوا ذلك من أجل إيه؟ من أجل الله، لا من أجل الترشيح لمجلس الشعب والشورى عشان ينجح في الانتخابات، لا يعملها لله بقى، لأن في ناس بتعمل كده عشان لما يترشح ينتخبوه، لا يعملها كده بقى حتى لو ما فيش لا مجلس الشعب ولا شورى. وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أبو الحسين البصري قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن رحم عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نظر إلى محاسن امرأة فغض بصره في أول مرة أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. يعني الإنسان لما يقاوم شهوته لله، مخافة الله، ربنا يحل محل هذا في قلبه حلاوة عبادة يعملها يقوم يرفع بها أجره ودرجته. وهذا يدل على أن النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك، النظرة الفجاءه بتبقى لك، إنما بعد كده ما تقعد تبحلق تاني وتالت بقى، دي بقى هي دي اللي بتبقى تؤاخذ شرعا. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا العباس محمد بن الحسين يقول سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول كان الجنيد جالسا مع رويم والجريري وابن عطاء، فقال الجنيد، خد بالك بقى كل واحد بيتكلم بمشربه، دي اخر حتة في الباب ده وننتهي ان شاء الله. بيقول: ما نجا من نجا الا بصدق اللجا، يعني اللجوء الى الله، ما نجا من نجا الا بصدق اللجا. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى دليل أن هم لما لجأوا إليه وصدقوا في هذا تاب عليهم ليتوب. وقال رويم رحمه الله: ما نجا من نجا إلا بصدق التقى. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وقال الجريري: ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفا. قال الله تعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال ابن عطاء: ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء من الله. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يستحي بقى من الله.
وقال الاستاذ الامام اللي هو عبد الكريم القشيري يبقى كل اللي فاتوا اتكلموا على فعل العبد، واحد بحسن اللجوء الى الله، والتاني بحسن تقوى الله، والتالت بمراعاة وفاء عهد الله، والتالت بالحياء من الله، او الرابع. سيدنا الامام عبد الكريم القشيري عايز بقى يعلق على الحديث ده وما كانش معاهم. قال الاستاذ الامام: ما نجا من نجا الا بالحكم والقضاء. ده بيتكلم بقى من جهة الله، يبقى الاولين بيتكلموا من جهة العبد، وهنا بيتكلم بقى من جهة التحقيق اللي هي التوفيق الاولي. فبيقول: ما نجا من نجا الا بالحكم والقضاء، قال الله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. وقال ايضا: ما نجا من نجا الا بما سبق له من الاجتباء، قال الله تعالى: واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحققنا بحقائق اهل القرب، وان يسلك بنا مسالك اهل الجزم، وان يستر عيوبنا ويلهمنا رشدنا ويوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. وفي سؤال بيقول: ما حكم العمل في العراق افادكم الله؟ ليام دي يعني؟ لا ننصح، هيفجروا فيك عربيه بتاع وهتجيلنا هنا حته حته، فهتبقى شغلانه مش سهل. فاحنا لا ننصح الان، لان فيها فتنه الان، العراق فيها فتنه كبيره، فلا ننصح انك انت تروح بلاد فيها فتن حاليا، لان حتى العراقيين بيفجروا في العراقيين، فما بالك بقى الامريكان. يعني الحكايه بقى فيها ابتلاء، فلا ننصح الان، نستمر كده شويه ونسال الله انه هو يزيل هذه الفتنه وتستقر الامور، وبعد كده يا سيدي يجي لك عقد عمل ان شاء الله، توكل على الله. لو كان كل الناس يعزلون عن الناس واهتموا بانفسهم بالعباده، اليس هذا يكون سببا لتاخر المسلمين وتقدم غيرهم؟ ما احنا قلنا ان العزله لا تكون لمن احتاجه المسلمون. يعني لو واحد ربنا سبحانه وتعالى اقامه بيؤدي مصلحه للمسلمين ولا يوجد من يقوم مقامه، يبقى العزله بالنسبه له نقول له ما تعتزلش وياثم، لانه بقى واجب عليه شرعا انه يقوم بما اقامه الله فيه. لكن احنا بنقول ان العزله لواحد مثلا خلاص يعني الدنيا مش محتاجاه وهو مش محتاج الدنيا، فساعتها دي المصلحه، ساعتها تكون العزله بالجسد وبايه؟ وبالقلب. لكن لما تبقى الناس محتاجينك فخلي عزلتك بالقلب دون الجسد، تبقى مع الناس بجوارحك ومع الله بقلبك، متعلق بالله عز وجل. ونسال الله السلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغافل عن ذكره الغافلون.